نشوف كده مع مشاهدينا أول تقرير في حلقتنا النهاردة، وبمناسبة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع لكم. كل سنة وكل مشاهدينا طيبين. احنا طبعا في شهر الاحتفال بمولد النبوي الشريف، واحنا موجودين هنا في محافظة المنوفية مع مؤسسة فذاكر، والنهاردة أمسية وأمسية الاحتفال بحبيبنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ أحمد الملكي. أنا أعتقد وإحنا النهاردة فإحنا يعني نقدم التحايا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب وترضى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة مع مؤسسة فذكر جايين يا أخوانا النهاردة نقدم التحايا للأمة الإسلامية والأمة العربية، وجايين بدعوة خير. احنا بس عايزين نقول حاجة مهمة قوي، ان دايما بنقول محدش يعيش لنفسه، لازم نكبر الدايرة اللي احنا عايشين فيها ونشوف كل اللي حوالينا اللي محتاجين ونديهم من الخير. يعني كل حد مثلا من رجال الاعمال، كل حد من اصحاب التجارة يطلع من التجارة بتاعته دي حتى لو مش فلوس، يعني منتجات وخامات يفرح بيها قلوب اللي محتاجين. كل إنسان يقدر يعمل عمل خير يقدم الآن. على فكرة ده من الصدقات اللي حث عليها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ودي من ممكن تكون صدقة جارية يا أستاذة دعاء. في ناس ربنا سخر ليها الأرض بفضل الله عز وجل بيبقى عندها منتجات، ربنا سخر ليها الإيد العاملة بيبقى عندها منتجات، ممكن بعد إذنك تساهم مع مؤسسة فذكر، تقدم يد العون والمساعدة لأهل الله. أهل الله دول هم الفقراء، ممكن بعد إذنك؟ يعني دي دعوة مننا، دعوة للخير في شهر الخير وشهر مولد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، علشان لما نشوفه إن شاء الله في يوم القيامة يفرح بينا وبأمته كلها إن شاء الله. ممكن نقدم تحية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد يقول له يا رسول الله أنت في يوم من الأيام بل كل الأوقات كنت تحثنا على الصدقة وقد أكرمنا الله بالمال، فإحنا الآن بفضل الله نتواصل مع مؤسسة فذكر ونقدم يد العون والمساعدة، ونقول اللهم لك الحمد، ونقدم ده لإخواننا وأهالينا الفقراء والمساكين، ونقول له يا رب عشان سيدنا النبي يشفع فينا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كمال الإيمان بمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام كان يسير سيدنا عمر بن الخطاب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. عمر صادق رضي الله عنه قال بلسان الطبع: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه درساً لابد أن يعيه كل سائر على الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك ومالك وولدك والناس أجمعين. هنا استجاب عمر رضي الله عنه، ما قال على الفور إذن أنت أحب إلي يا رسول الله، بل أراد أن يستدل على ذلك: لماذا رسول الله هو أحب إلينا من نفوسنا؟ فإذ بعمر رضي الله عنه ينظر ويستدل، ويجد أن عمر أكرمه الله بالنبي، وأن عمر لن يدخل الجنة إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعز الله عمر إلا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي ومالي وولدي والناس أجمعين. فحينها قال النبي: الآن يا عمر. ما معنى كلمة الآن يا عمر؟
قال سيدنا ابن حجر رحمه الله كما في الفتح: أي الآن عرفت الحق فنطقت به يا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. أتدرون لماذا نحب رسول الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المرء مع من أحب. ونحن نريد أن نحشر مع سيدنا رسول الله. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.